الوطن العربي 70 عام 70 عام اخويا كيفاش دوزتي في الفلاحه وكتهضر معايا والدموع في عينيك؟ وييه 70 عام خويا مات الوالد الاخرين الدراري تما كبرتهم سبيل الله ما لا لان نتريت لا يديك لا يخليك ندير ديالي صاحبي ما غالب الله ما بقاش بديت نديرو ما صبتش نديرو الحصه ما في عليه حسبوا لي 100 درهم حبستها ما صرتش الفلوس وغالب الله ليش براهيم ان شاء الله غادي يدركوا هاد 100 درهم ما تبكيش الله يعاون انت بدك ديالي زبر عرب ديالي زبر خويا ما حسيت بيا ناس علي عطا الله عطاه الكلاوين شفوا لي طبيب كبر عليك الحمل وهي كبار عليا الحمل وتقلت تقلت انا كنت القبر نشرين مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مره اخرى كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق اللي هو بطبيعه الحال مغاير بشكل كبير على الموضوع اللي غنتكلموا عليه الان. الفيديو السابق شنا فيه با العربي، با العربي خدام في الفلاحه عند مول هذه الفيرما. با العربي عنده 70 سنه ضحاو بالغالي والنفيس من اجل الزوجه ديالو والوليدات ديالو، وليداته كبروا كيعيشوا على قد الحال. في لحظه من اللحظات تلقى راسو كيدير دياليز يعاني الامرين. با العربي مول الفيرما كيساعدو في السابق، ولكن مؤخرا في الازمه اللي كاينه في الاسعار في مجموعه من الاشياء كما كان الحال كنقولوا الله يحسن العوان. والدليل والصدق ديالو انه في الكلام اللي كيعاود ديال القصه ديالو قال لي ما ننساش خيره هو ساعدني، وهذا دليل على الناس ديال 70 سنه اللي كيعطيك الامور ديالها بشكل مدقق. غادي تشوفوا معايا القصه ديالو. بالعربي 70 عام 70 عام اخويا كيفاش دوزتي في الفلاحه وكتهضر معايا والدموع في عينيك؟ وييه 70 عام خويا مات الوالد الاخرين الدراري تما كبرتهم سبيل الله ما لا لان نتريت لا يديك لا يخليك والو والله كغالب احنا عندنا البلاد الاول انا والوليد درك هو المراه المراه فيها السكر وانا فيها السكر وكندير ديالي صاحبي ما غالب الله ما بقاش بديت نديرو ما صبتش نديرو الحصه ما في عليه حسبوا لي 100 درهم حبستها ما صرتش الفلوس وغالب الله ليش براهيم ان شاء الله غادي يدركوا هاد 100 درهم ما تبكيش انا معاك والمغاربه معاك وفيهم الخير والحمد لله الله تعالى ما يدوزوش الحمد لله اخويا الله يجيب لنا ولاد الناس الحمد لله الله يجيب لنا ولاد الناس على الله يعاون انت بدك ديالي زبر عرب ديالي اخويا ما حسيت بيا ناس علي عطا الله عطاه الكلاوين شفوا لي نشفوا لي من داك مشيت للطبيب دابا كنمشي عندو كيقول لي ودي راه خاصك تمشي دير دياليز كندير دياليز ما صبتش نديرو وانا عييت شحال غادي خاصك للدياليز؟ والدياليز اخويا راه كيدير لي 30000 في الشهر بالدواء بكلشي ليه ولا 40000 200 في الشهر فين كديرو؟ كنديرو في بن حمد ما بقاش غادي نديرو ما بقاش غادي ما صبتش نديرو الحصه غاليه عليا ما بقيتش نقدر نديرو نوبه نديرها نوبه لا قلتي لي مول المحل مسكين في مول الفيرما عاوني شويه في صاحبي كيعاونني والغالب الله مع الجفاف ومع ديما قلت مسكين حتى هو الله يكون بالعون صاحبي كيعاون منا المحسنين المحسنين ما كاينش هاي والله الغالب نطلبوا من شحال انت ما درتيش الدياليز؟ والدياليز هذه راه شهر ما درتوش كندير على الفانيد والدواء اللي مخرج لي الطبيب في برشين كنمشي عنده ودابا خصك دير وغادي نديرو ان شاء الله غنديرو لا جاب الله غنديرو انت عندك 70 سنه عندي 70 سنه جيتي وجبتي في الدنيا وييه 70 سنه هذا اختبار من عند الله اختبار من عند الله 70 سنه وانا الدراري خلى لي الوالد لي تمت اربعه ولا خمسه خلاهم لي صغار وكبرتهم ضربت عليهم تماره والحمد لله دابا من جيت صحيح راه شويه راني محن ديالي زراغ غلبني الوقت والقضيه الجفاف ما كاين لا زرا ما عندي لا بلاد لا بهيم لا يديك لا يخليك الما حرام كون مشيتي تشوفو ما تشوفوش فيه والو الحمية حشاك واحد الميمن جيبو عليهم مياه والمرا مريضه فيها هي راكده في عدد ديالي هي عدد الكلاوي ديالها وعدد داك السكر كدوق الجبراوات وانا تندوق الجبراوات ب 4000 اللي كناخذو من الطبيب كبر عليك الحمل وهي كبار عليا الحمل وتقلت تقلت انا كنت القبر نشرين بو العربي لا تيأس الدنيا فما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور راه ديزة اختبار ربي سبحانه وتعالى غادي يدير إن شاء الله هاد الدياليز دعي معايا وغنطلبوا المغاربة إن شاء الله الله يسهل عليك ويجيب لك التيسير ولد الناس تا ولد الحلال الله يستر
الله داكشي اللي نويتي في خاطري الله يجيبو لك، الله يسترك من عبد الله تعالى اللي كيسترك، الله اللي كيسر الله يسترك اخويا، الله يفرج عليك. امين، الله يسترك، الله يسترك اخويا، يصلح لك الوليدات، الله يصلح لك الوليدات، الله يطلع منك تمشي من جهه وتجي في نجه. انا راه ما قارين ما نعرفو الا بسم الله الرحمن الرحيم، كان داكشي اللي نعرفو نصلي به وصافي. هادشي كاين ما حنا دراوش. الله يفرج عليك يا ربي يا ربي. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا فيديو مختصر ولكن في بعد النظر، 70 سنة يضحي بالغالي والنفيس من أجل رضاة الوالدين، كبر أجيال، خدم في الفلاحة، ضحى الروح والعقل ديالو، هي الزوجة ديالو كما قال لي في الأول قبل من التسجيل، وهي مريضة، هو حاليا ولا كيدير الدياليز، ما بقاش عنده الامكانيات نظرا لوضع الجفاف اللي احنا فيه الان، كذلك الزياده في الاسعار اللي لها روابط مول المشروع اللي كيشتغل فيه، اللي تا هو تيقول لك ساعدني، ولكن في ظل الوباء وفي ظل هذه الظروف الصعبه صعبات عليه الماموريه، صعبت عنده الماموريه. مشاهدينا الكرام، كنطلبوا الله عز وجل والمغاربه كل من ضحى معنا في هذا الموضوع اجره محسوم عند الله عز وجل. غادي نوضع رقم الهاتف ديالو ولا رقم الهاتف الزوجه ديالو عنده في الواتساب، والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. ارجوكم يا مغاربه نساعدوا بالعربي، 70 سنه شهر هذه ما دارش الدياليز، الوضع ديالو صعب، يا ربي ندخل الفرحة والسرور ونعاود نجي نسجل معاه وهو فارح بشكل كبير يا ربي. مشاهدينا الكرام، تعرك المواطن، شكرا لكم.